أهلا بكم متابعينا الأعزاء، تعال نتعرف على أعمار ووفيات أبطال مسلسل ليالي الحلمية من إنتاج 1987 الجزء الأول، يلا بينا. الفنان إسماعيل عبد الحافظ، تاريخ الميلاد 15 مارس 1941، تاريخ الوفاة 13 سبتمبر 2012، العمر 71 سنة. الفنان محمد أدريس، تاريخ الميلاد 17 نوفمبر 1945، تاريخ الوفاة 1 مايو 2008، العمر 63 سنة. الفنان محمد متولي، تاريخ الميلاد 11 مارس 1945، تاريخ الوفاة 17 فبراير 2018، العمر 72 سنة. الفنان عهدي صادق، تاريخ الميلاد 16 نوفمبر 1950، تاريخ الوفاة 28 مارس 2022، العمر 71 سنة. الفنان هشام سليم، تاريخ الميلاد 27 يناير 1958، تاريخ الوفاة 22 سبتمبر 2022. الفنان شوقي شامخ، تاريخ الميلاد 25 يوليو 1949، تاريخ الوفاة 26 مارس 2009، العمر 59 سنة. الفنانة بدرية عبد الجواد، تاريخ الميلاد 28 فبراير 1948، تاريخ الوفاة 6 أغسطس 2009، العمر 61 سنة. الفنان محب كاسر، تاريخ الميلاد 22 سبتمبر 1946، تاريخ الوفاة 18 ديسمبر 2021، العمر 75 سنة. الفنانة سرية إبراهيم، تاريخ الميلاد 3 ديسمبر 1937، تاريخ الوفاة 18 يناير 2015، العمر 77 سنة. الفنان جلال عبد القادر، تاريخ الميلاد 12 ديسمبر 1940، تاريخ الوفاة 2 أكتوبر 2018، العمر 77 سنة. الفنان إبراهيم سكر، تاريخ الميلاد 15 يونيو 1923، تاريخ الوفاة 12 ديسمبر 1997، العمر 74 سنة. الفنانة نوال هاشم، تاريخ الميلاد 14 مايو 1934، تاريخ الوفاة 3 يوليو 2009، العمر 75 سنة. الفنان عبد الحميد أنيس، تاريخ الميلاد 5 مايو 1938، تاريخ الوفاة 15 أغسطس 2015، العمر 77 سنة. الفنان أحمد حجازي، تاريخ الميلاد 18 يونيو 1935، تاريخ الوفاة 15 يونيو 2002، العمر 66 سنة. الفنانة كوثر رمزي، تاريخ الميلاد 17 يونيو 1931، تاريخ الوفاة 2 سبتمبر 2018، العمر 87 سنة. الفنانة وسيلة حسين، تاريخ الميلاد 26 إبريل 1933، تاريخ الوفاة 4 يوليو 2006، العمر 73 سنة. الفنان أبو الفتوح عمارة، تاريخ الميلاد 9 سبتمبر 1931، تاريخ الوفاة 18 يوليو 1998، العمر 66 سنة. الفنان جمال شبل، تاريخ الميلاد 20 أغسطس 1930، تاريخ الوفاة 30 مارس 2003، العمر 72 سنة. الفنان محمود العراقي، تاريخ الميلاد 3 إبريل 1938، تاريخ الوفاة 12 يونيو 2001، العمر 63 سنة. الفنان عاطف طنطاوي، تاريخ الميلاد 10 سبتمبر 1950، تاريخ الوفاة 9 مارس 2018، العمر 68 سنة. الفنان عطية عويس، تاريخ الميلاد 1938، تاريخ الوفاة
26 سبتمبر 2004، العمر 66 سنة. الفنان عادل أمين، تاريخ الميلاد 20 أكتوبر 1935، تاريخ الوفاة 26 نوفمبر 2018، العمر 83 سنة. الفنانة فتحية شاهين، تاريخ الميلاد 16 يونيو 1926، تاريخ الوفاة 17 سبتمبر 2006، العمر 80 سنة. الفنان محي الدين عبد المحسن، تاريخ الميلاد 9 يوليو 1940، تاريخ الوفاة 21 ديسمبر 2012، العمر 72 سنة. الفنان سيد عزمي، تاريخ الميلاد 5 أغسطس 1938، تاريخ الوفاة 2 نوفمبر 2011، العمر 73 سنة. الفنان جمال الدين إسماعيل حسن، تاريخ الميلاد 20 فبراير 1933، تاريخ الوفاة 18 ديسمبر 2013، العمر 80 سنة. الفنان يسري مصطفى، تاريخ الميلاد 1946، تاريخ الوفاة 16 يناير 2015، العمر 68 سنة. الفنان السيد حلمي عبد الكريم، تاريخ الميلاد 26 يوليو 1936، تاريخ الوفاة 31 مارس 2012، العمر 75 سنة. الفنانة دلال عبد العزيز، تاريخ الميلاد 17 يناير 1960، تاريخ الوفاة 7 أغسطس 2021، العمر 61 سنة. الفنان أحمد حافظ مظهر، تاريخ الميلاد 8 أكتوبر 1917، تاريخ الوفاة 8 مايو 2002، العمر 84 سنة. الفنانة بهيجة عبد السلام عبد العال، اسم الشهرة هدى سلطان، تاريخ الميلاد 15 أغسطس 1925، تاريخ الوفاة 5 يونيو 2006، العمر 80 سنة. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. إلى اللقاء.